يا نبيل انت بتقول ايه؟ يعني ايه صلاح تقبض عليه؟ طب هو عندك؟ طب انا جاي. فاكر يا عبدو لما كنت اترجاك ما تطوعنيش، واول ما اقولك ايه اللي تعلمني تجري هوا تعمل لي اللي انا عايزاه؟ كنت اسالك اقول لك وانا لازم يعني انا على نفسي عشان تعمل لي اللي انا عايزاه، تقول لي ما اقدرش اسمعها، اللي زيك ما يتعدمش من الدنيا ابدا، تسود وترخص في عينيا. اديك سبتني لوحدي يا عبدو والدنيا بتلطم فيا، اروح لمين بعدك؟ فكرت اروح لابويا، يا عيني عليه موت نفسه بالحياة لاجل العيلة تعيش بالحلال مش بالحرام، واخويا واقع فيها. عيني عليك يا نصرة، عيني عليك، ما انتيش مسعودة في أي حد من اللي بتحبيه. آه يا مش تخبط قبل ما تدخل، مؤاخذة ما معرفش إنك هنا. مالك يا أمي؟ مالي؟ وكل حد يشوفني يقول لي مالك؟ أسيب لكم البيت وأمشي؟ بتكلمي أبويا يا أمي؟ طب يا اخويا تسيبني الساعات. طب ما تكلميني انا، بصيلي هتلاقي فيا منه. كلميني يا ام وانا هريحك واسمعك زي بالظبط. يا حبيبي ربنا يديك طولة العمر والصحة، ما تحرمش منك ابدا يا حبيبي. ولا ليها عزم جيتك، وان كان على بضاعتك هترجع لك وزيادة. مرضي؟ وقول لي مرضى صلاح، وبضاعتي وزفتي ما تولع البضاعة. أنا جاي أطمن عليك وعلى الوقعة اللي أنت وقعتها. الوقعة اللي وقعتها؟ بقول لك يا سعيد، ما تسيبك بقى من وش الحنية اللي مش مطبع عليك ده. إيه يا جدع الأفلام دي كلها ورامي بضاعة بالشيء الفلاني عشان توقعني؟ هو أنت عليك بالسهولة دي؟ أوقع مين يا صلاح؟ هو أنت دماغك ياض جايباك إن أنا اللي وقعتك؟ أنت اتجننت ياض ولا حصل لك إيه؟ حصل لي إن طول عمري ظهري في ظهرك، تشايلني مهما تشايل ما بقولش غير أمين. شفنا الموت سوا ودوسنا عليه برجلينا، إنما أنت بقى أول ما إيدك طلت العالة مات ودوست على صاحبك وهرسته. هرسته؟ ده انت شايل بقى جواكم معبي من زمان. يعني بتضحك في وش السنين اللي فاتت دي كلها يا صلاح، وانت النار قايده جواك عماله بتاكل فيك. ولما انا جاي عليك قوي كده يا صلاح، صبر عليا ليه؟ مستني تلم الخير وترسق نفسك وتلف حوالين رقبتي؟ عندك يا سيد، صلاح ما بيخونش. وسيد ما بيخونش يا صلاح. الشغل من ورايا ده ايه؟ وكلام اللي جبته على الارض؟ تمام يا اخي، عايز ابقى معلم زيك، ليا اللي ليك وعليك اللي عليا يا صلاح. يعني ايه يا سيد؟ يعني المعلم مفيش حد بيسحبه من وقعته غير دراعه. طلع بقى نفسك من هنا يا سيد المعلمين. تمام يا باشا، لكن التفتيش وسط وجينا على هنا. يا باشا مش وقت تقضي دلوقتي يا عم جد الله. قضية يا باشا. بقول لك مش وقت التنظيف، ارجع زنزانتك. اللجنة هتيجي تلاقي الطبانجة بتاعت حضرتك موجودة. سلام يا باشا. بقول لك ايه؟ لو جاي بقى عشان تقول لي انت غلطان وانا حذرتك ان الكارد اخرته وحشه، قصر وامشي. يا ابني مش جاي اقول لك الكلام ده. يا الله، انا عارف انك انت مش صغير وانت عارف كده من زمان. انا جاي اقول لك ما تقلقش، انا واقف جنبك لغايه الليله اللي انت فيها دي ما تخلص على خير. ولا ما تعديش. معلش، مسير اللي غفلني يعرف مين هو صلاح سلطان. ما منوش فايده الكلام ده صلاح،
انا عايزك ما تفكرش غير في المصيبه اللي انت فيها دي. فكر انك لما تطلع من هنا تمشي في السليم بقى وتبعد عن السكه الحوجه دي. فين ايه؟ ها؟ وازاي ما تجيش تطلع عليا كل ده؟ ايه والله ما عارف اقول لك. قصر يا سلطان وهات اللي في صدرك. ايه حصل لها حاجه؟ لا ايه ما حصلهاش حاجه. ايه عدت عليا وبعتها لك دي. وقالت ايه؟ ملوش فايده بقى. قالت ايه؟ قالت لي انها مش عايزه تشوف وشك تاني عشان خايفه على سمعتها. الحكومه هيجي على الواد ده بالذات، مع اني صلاح مش غشيم عشان يوقع وقعه زي دي. اسمع طيب، انا عايزك تقلب الدنيا وما ترجعش غير لما تعرف مين اللي عيب عليه. ملهاش عزا يا سيد. يا عم حل روحك عني، لا حبستي هتصغرني قصادك ولا مجيتك هتعليك في نظري. وانت يا صلاح لو هديت وسمعتني هتشبك ايدك في ايدي وتخرج من هنا رافع راسك. كلمة في التانية شميت ريحة الولع اللي في صدره من ناحيتك وعرفت ان عمرها ما هتطفي، فمحسوبك الطيب جاب النهاية وخلصت. قالوا صغير للحكومة. بلغت عنها طيب؟ انت بتقول ايه يا راجل انت؟ اهدى 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 يا ابو صلاح. سيد ما يستاهلش حلقتك دي. سيد خلاص سلمك تسليم اهالي وحطك تحت جزمته، ولو هو باع انا شال عندي اللي يشيلها ووقتي. قلت ايه يا عم؟ مش حال هو اللي لف عليك واشتغل من ورا ضهرك؟ اسمع طيب عشان تهبط، مش سيد بخارست اللي بيع صاحبه اخوه. وانا بعت فوق تخبطيها في وشي كده وتقولي لي امي امشي بدل قله القيمه اللي انا فيها دي. مش هوقك عايزه تقعدي البيت بيتك، عايزه تمشي فرق من سكات. الله هو في ايه؟ ما فضناه، قلت لك غصب عني. والله العظيم كان غصب عني، الراجل كان مستأمني على سره، وانا بصراحه خفت اخش بينكم ان انتوا الاثنين تقعوا في بعض. كل حاجه عمل اللي في دماغه، انا لا هلوم حد ولا هعتب على حد. يا تعب قلبي ياني. ايه يا بت، هو ليه كلكم كده جايين عليا؟ خبيت عليكي عشان بحب، خايفه تتقهري ووقفت في سكته خفت يروح مني. هو لا سدت حنكي نفع ولا فتحتها نفع، اعمل ايه انا دلوقت؟ طب بقول لك يا نصر، صوتي يا اختي، زعقي خرجي اللي في قلبك، بس ما تكتميش في نفسك كده كتمه وحشه. انا لا هصوت ولا هزعق ولا هعمل اي حاجه، تخافيش يا اختي. لا يا اختي انا مش خايفه، انا بصراحه خايفه منك. ايوه يا نصر خايفه منك. وهو اللي زي تخاف منها في ايه يا حسره؟ انا اخرتي ازعل انقهر. يا حبيبتي انا ولونيا رايحين جايين على بعض، كل شويه نقول نصر اتغيرت، ما عادتش زي الاول. الاول لما كانت بتزعل الدنيا كلها كانت بتاخد من زعلها نايم، وما تفرح الدنيا دي كلها كانت بتقيد. لكن انت كاتمه في نفسك وساكته، وانا حاسه ان كاتمتك دي وراها نصيبه. لما يكون الزعل من اي حد، لكن سيد ما اقدرش. لو زعلته هنكسر وهبقى حد تاني، حد انا نفسي خاف منه. يا طيب اللي فكرك بينا، مش فضت معلمك خلاص واندرت على غيره؟ وانا مش جاي لفوده، انا جاي لك انت يا ست الكل لاجل العيش والملح، وما يرضينيش ان العالم كله يبقى داري باللي بيحصل وانت على ودينك لمؤاخذه. انت عايز ايه بالظبط يا حماده؟ نصره بنت جلال هتبقى حرم فوده وضرتك وعن قريب قوي. انت اتخبلت في مخك يالا انت ولا ايه؟ اللي سمعتيه، ولو مش مصدقه الطيب اتاكدي بنفسك، ولو عوزت اي حاجه رقبه الطيب جاهزه.
يا كبير، ده انا اول مره احط عندك. يعني يابا لازم تديني مقامي برضه. مقامك؟ مقام مين يا جعير؟ هو انت نزاك ليه مقام؟ ده انا عفيت عنك صدق ياض. ليه كده بس يا كبير؟ ده مفيش حاجه حصلت في بيت فوضى الاسمر الا لما حطت في حجرك بالصمت. تمن عمرك ياض، ولو اللي انت جاي تهرف انت مش قده هترخص روحك. اخلص. وانا مرضي يا كبير، علشان اللي هتسمعه مني الليله مش يساوي عمر انا وبس، ده يساوي عمر المعلم جد الله ذات نفسه. اقول الله يرحمه ولا الله يفك حبسه؟ اسمع يا معلم، جد الله مات وشبع موت، ولو فودة مالي دماغك بكلام ماشي بنطرة واستدخل ورحمة أمي لشقك نصين. ما أنا وصيت على اللي فيها يا كبير. لا وصيت على اللي أوسخ من كده كمان. عارف مين يابا اللي ورا رمية المعلم جد الله في السجن؟ سلطان. سلطان هو اللي بلغ عنه. أنت بتقول إيه؟ وجبت الكلام ده منين؟ رحمة أمي يا كبير. أنا سامع سلطان وهو بيقول لي فودة بنفسه. ولو مش مصدقني يابا راح يسألني، ولو لقيت كلامي غلط انا هحل روحي بايدي. ربنا يخليك لي. سيد انت كان انت سيد ابويا سلطان. كلمه ورد غطاه، انت اللي بلغت عنه. مين اللي قال لك الكلام ده سيد؟ ليه يا سلطان؟ ده انا عملتك زي ابويا، فتحت لك بيته ودخلتك على عياله، تطلع انت اللي مبلغ عنه. مين اللي قال لك الكلام ده يا سيد؟ انت ماسك فوقها يا سيد؟ هي اخرتها كده؟ خش ليك ماسك فوقها يا سيد ابو خالد. هاتي مات غور السعادي، غور يا صلاح، غور يا صلاح. اهدى يا سيد، اهدى، ما تضيعش اللي بيننا. ما عادش في حاجه بيننا يا سلطان. انت تصدق الكلام ده على عمك سلطان؟ ماشي يا سيد، أنا مش هرد على السؤال اللي سألته لي. أنا أي حاجة. روح لأبوك يا سيد واسأله. قول له سلطان عمل معاك إيه؟ اسأله الأول يا سيد. هتلاقي عارف وراضي. بعد ما ترجع من عنده، تعال لي. هتلاقيني مستنيك. وأنت إزاي عرفتي توصلي لي؟ حبيبتي مش دي القضية. أنا حكيت لك إني كنت صحفية قبل ما أبقى مذيعة، يعني عندي سكك كتير. الفكرة دلوقتي في إن إحنا إزاي هنتصرف في مشكلتك مع معتز. أنا حاسة إنه هينفذ تهديده فعلا ويقدم بلاغ للنيابة وندخل في سين وجيم. عشان كده لازم نسبق وناخد أكشن قبل ما يقدم البلاغ، وإلا هتلاقي نفسك فجأة داخلة في سكة قواضي ومحاكم، ومش بعيد تلاقي روحك كمان في السجن. مش كده؟ مخبيش عليكي، اللي زي معتز ده بيستمتع انه يستقوى على اللي زيك، اللي لسه بادئين طريقهم ومفيش حد في ظهرهم. يا ريتني ما قابلته ولا اتكلمت معاه من اصله. رحاب حبيبتي، خلاص اللي حصل حصل. المهم دلوقتي انك تواجهي الموقف وتدافع عن نفسك. ايوه هعمل ايه بس يعني؟ تعملي اللي قلته لك. هتطلعي معايا في البرنامج وتقولي كل اللي حصل وما تخافيش. لا اطلع ايه؟ لا يمكن طبعا، قلت لك مش هينفع. لا تقدري، لما تعرفي ان دي الطريقه الوحيده اللي هتطلعك من المصيبه دي هتقدر. اطلع اقول ايه؟ اثبت التهمه على نفسي اكتر، دي حاجه متسجله وصوتي طالع فيها. كرمي صغير باسمك وصورتك من اي جورنال مستقل، ساعتها الموقف كله هيتغير لصالحك. نزلتي تعملي شغلك في مهمه صحفيه عادي وبتسالي هرتل بالكلام. كرنيه؟ وانا اجيب كرنيه زي ده منين؟ ده عادي اطلعه لك حالا. هو انت بتعملي معايا كل ده ليه؟ اعتبريها مساعدة، رد جميل لحد وقف جنبي زمان زي ما انا واقفة جنبك دلوقتي. anyway يا رحاب، دي فرصة ممكن توقفك على رجليكي من جديد، اوعي تضيعيها. ليه يا ماما؟ عملت فينا كده ليه؟ عملت ايه؟ انت اللي جابك هنا؟ انت فاضي بقى وجاي تقلب في القديم. ما انت عارف شلت المخدرات اللي وقعت بيه ولا نسيت؟
لا ما نسيتش، بس انا عرفت كل حاجه. صاحبك اللي وقعك مش الشيله. مين اللي قالك الكلام ده؟ فوده؟ لا، سلطان نفسه غدر بيك وقصف عمرك بعيد عن عيالك، لو في الاخر بتامنوا علينا وفي حد يرضى كده؟ قبل ما لسانك كويس كنت تغلط في ابوك. سلطان ما غلطش، كله بكيفي. انا وسلطان طول عمرنا كتفنا في كتف بعض على الصح والغلط، بس هو قراها قبل مني. قال لك الغلط ما ربيش ولاد الحلال. حاول يردني ما رضيتش، قال لك ابطل، ما سبتوش وتربط الدنيا فوق دماغه وغصبت على انه كمل. اما غدر بيك وبلغ عنك عشان يخلص منك، مش كده؟ بعدين راح عمل ايه؟ بل ايده في الحلال ورب ابنه؟ ابنه طلع وسخ مني، وانا طلعت اوسخ منك. انا مفيش اوسخ مني يا سيد. انت ما تعرفش عن ابوك غير الراجل اللي الدنيا داست عليه ورميته هنا. لو الدنيا دي فيها وساخه انا اللي علمتها الوساخه. لولا سلطان واللي عمله معاكم كان زمانكم ضعتوا. انت كمان بتدافع عنه؟ والزمك تحب على راسه. سلطان ما غلطش، انا اللي اجبرت على الاذى. الاذى ما طلقش لوحدك، الاذى طلق كلنا. عشان كده حقق نفسه قدامي وعقد كلمته قدامي انه حاجه عليك ويحميكم من نفسكم. وحمانة؟ ما انا قدامك اهو مشيت في نفس السكه اللي انت مشيت فيها. يمكن لو كنت في وسطينا ما كانش ده حصل لنا. انت اللي اخترت السكه اللي انت ماشي فيها يا سيد، ولا ايه؟ عارف اللي قاهرني وقاطع فيا مش انك ماشي في الحرام، لا، انت بتفكرني بجدلنا بتاع زمان اللي مش هيرد الروح الا لما يقع. ارجع يا سيد، ارجع يا ابني قبل ما تقع وما تلاقيش اللي يردك. لا مش هرجع، وهفضل مكمل عشان مفيش حد يقدر يوقعني. عارف ليه؟ عشان مفيش حد يستجري ان هو يبيع سعيد بوخارست. يا دهمت بقى، ما خلاص لميناه. يعني ايه يابا؟ يمد ايده عليك كده بالساهل؟ هو احنا ايه، هفق؟ طب ايه رايك بقى، انا هجيب لك حقك، ولو مش عشانك هيبقى عشان انا. وانا عاجز عن جيبان الحق يا ولد، بس ده موضوع بيني وبين سيد وبين ابوه، ما تدخلش انت فيه. الله، هو انا اتحمق لك تزعل؟ انا في فضلك برضه تزعل؟ هو انا ابنك ولا انت لاقيني في الشارع؟ لا يكون سيد بوخارست هو ابنك انا مش داري. يا ابني بس طبع الصبح، اليوم لسه ما ابتداش، وكفايه اللي عاملاه يونيا واخده الواد وعماله تلف بيه على بيوت الحاره. ولا ده راخر الغلبان الظهر قدره ما يحنش علينا الغريب. بقول له من الصلب ما ينفعش. انت بترمي تقول يا صلاح؟ سيبك كلامها هيزعلك. خلص يا صلاح وانا مش عارفك، هات اللي في جوفك واخلص. شوف يابا، انا عشت طول عمري مضحوك عليا من قرب الناس، مره من اعز اصحابي اللي داس عليا وبعني بالرخيص، مره من اخته اللي حبيتها وكنت مستعد اموت نفسي واخش جهنم عشانها. وبصراحه بقى انا ما يخلصنيش تفضل عايش مضحوك عليك. انا مين هو؟ من الاخر الواد ابن ايمان. مش ابنك يا مصباح، مش من سنة. انت بتقول ايه؟ انا بقول الحق وعندي 100 طريقه اتاكدها. انت عارف اللي انت بتقوله ده؟ ودينا فين؟ عارف، وعشان كده قلت لك كلامي هيزعلك. فكني بقى. يا بنت حوب مالك فيه؟ حلمت بابويا
كان بقالي كتير قوي ما شفتوش. جالي وقعد معايا وكان زعلان عليا. زعلان عليا قوي وبيعيط. خدني في حضنه ودموعه غرقت رقبتي. أنا خايفة يا سيد. خايفة قوي. إيه ده يا حبوب؟ خايفة من إيه؟ موضوع شكله مش موضوع حلو. لو مرة تشوفك كده مالك في إيه؟ سيد أنا في مصيبة. مصيبة إيه؟ ما تقلقنيش عليك. أنا عارفة إن مفيش حد في الدنيا دي أقدر أروح له إلا أنت. الراجل اللي اسمه معتز ده اللي صوته طلع في التسجيل كلمني وهددني على اللي عملته معايا. الكلام ده حصل إمتى؟ ما قلتيش بسرعة ليه؟ كنت خايفة. خايفة من كل حاجة حتى منك. بس خلاص ما بقتش قادرة أستحمل بصة الناس ليا وكلامهم عني. بس أنا عارفة إن مفيش حد في الدنيا دي ممكن يقف جنبي إلا أنت يا سيد. ومن إمتى وأنت بتخافي مني يا رحاب؟ خلاص ما تقلقيش أنا هتصرف. أنا آسفة والنعمة ما كنت عارفة إن كل ده هيحصل. حقك عليا سامحني. خلاص بقى قلنا ما تخافيش. طب على الحرم ما حد يقدر يقرب لك ولا يمس شعرة منك. كله بقى تمام. خلاص بقى. خلاص. إيه دي يا بنت ما تخافيش. شيل الواد يا اخويا كده على دراعك. هننه وحسسه بيك، الواد قرب ينسى شكلك. بالحق يا سلطان، كنت قصدك في قرشين كده يا اخويا عشان عايزه اروح لامي على طلعه النهار. كنت عايزه اخد لها حاجه كده عليها القيمه تحت باطي. امك ايه؟ انت تستقبلها وليه؟ انت مش قايله لي ان امك مسافره؟ شوفي بقى انت عايزه تزقي على فين وجايبها في امك. تزقي؟ يا نهار اسود، انت بترمي على ايه يا راجل؟ أزق على فين يا أخويا؟ وأنا هروح فين يعني غير عندها؟ قول كده بقى من الصبح. أنت يا أخويا مستخسر القرشين؟ خلاص بلاش، خليك على راحتك يا حبيبي. بقولك إيه؟ ما تبقى تروح لها أنت. والله فوت عليها كده، أهو مني تعمل الواجب وتتأكد من كلام حريمك يا سلطان. ما بالراحة يا اللي على الباب. يوب أنا مش هخلص من العيلة دي يا رب ولا إيه؟ طول عمري بسمع عنك وعارفة إنك مرة حلوة، نصيبها فاتها وراضية بالمقسوم. متشكرة يا حبيبتي، إلهي ربنا يسعدك. شكلي كنت غلطانة. شوف مين اللي بيتكلم يا مرة. لو كنت فاكرة اني مزغللة عين جوزك اللي الهي ما يوعيشوا بيهم تبقي مرة هبلة. انا ما بصش على اشكالتي. بس هو بصلك. فودة مش رايدك زي ما الراجل بيريد مرة. لا، فودة عاوز يتجوزك عشان يزل اخوكي بيكي. ما قدرش عليه، قال يضربه في حريم. يبقى راجل مطيور، واللي جمعكوا يا اختي كان على حق. انا واخويا ما حدش يقدر يدخل بينا ابدا. واللي ما يقدرش على راجل ويتلف على حريمه ما استعنهوش شبشب في رجلي. ويلا يا اختي بقى وريني جمال خطواتك. يلا يا حبيبتي سكي الباب وراك. ده ايه البلاوي دي؟ خد يا خد، تعالى. عامل ايه؟ الحمد لله. تشرب حاجه ولا هتقولي خلي معودنا على الزبدوه؟ طب شويه سكالانس في الثلاثين يا عم. ايوه كده تعجبنا يا عمور. والله كان بودي اوثيق في دقتك، بس انا كنت معكوش عكشه اصعب منها. انت طلعت جدع يا عجبتني. عجبتك في ايه يعني؟ انت هتستعبط يالا، ده النصريه كلها بتتكلم على الواد الصغير اللي غز الطيب. جدع. تشكر يا عم. عارف اللي عاجبني فيك ايه؟ ان انت شكلك الشوا هتفضل في دمك، هتفضل على طول شقي، مش هتهدى زي خالك. هتظبط كلامك يا عم صلاح. ماله خال؟ انتهبل يا
أنا أقصد إن خالك ده كان بكلمة منه بيقفل منطقة بيطربقها، إنما دلوقتي بقى هادي ما بقاش يحب المشاكل، فهمت؟ ما هو نقرزني برضه بكلمتين كده وقال لي ما تتكررش تاني وبتاع، خايف عليا يعني. مش قلت لك بس أنت بذمتك ينفع يتخاف عليك بعد اللي أنت عملته ده؟ ياد ما فيش شنف في النصرية يستجرى يعمل اللي أنت عملته. بجد يا عم صلاح؟ أمال بشتغلك ياه؟ طب تصدق بقى بإيه؟ أنا من دلوقتي أنا وأنت شقايق، يعني الشقاوة هتبقى بيني وبينك مش بيني وبين خالك. قشطة؟ أصل يا صاحبي. حبيبي، سلام يا عمور. خد يا واد. إيه يا أم صحتك؟ هو أنا كنت نمت من أساسه؟ أنت فين لحد دلوقتي؟ مفيش، كنت في الحارة تحت عاملين تقسيم أنا وأصحابي. يا واد أنت عايز توجع قلبك أكتر ما هو موجوع. ليه بس يا أم أنا عملت إيه؟ شوية مع أصحابي وشوية عند خالي. يا واد ده أنت بطلت تروح التمرين، جرالك إيه؟ يا أم أنا خلاص بقيت البرنجي، بعدين مش عايز أتعبك ووفر فلوس. فلوس؟ وأنت مالك أنت ومال الفلوس؟ أنا كنت اشتكيت لك؟ يا ولا دماغي مش قادرة تتوجع بيك ولا بدنيتك. وتتعبي نفسك بيها ليه بس؟ ما الدنيا زي الفل اهي. زي الفل. يا واد اكبر، حس بامك، شوف الحمل اللي عليا ده، المصايب عماله تتحدف عليا من كل ناحيه. هتبقى انت كمان يا حبيبي. بعد الشر عليك يا ام. طب وغلاوتك عندي ما انا مزعلك تاني. يا رب يا رب يا حمر يا رب. خش يا واد نام يلا. تركيبة جديدة ازاي يا ابو خريست؟ مكساي حباية جدول على سنة مزاج من عندنا، عملنا تركيبة نوفي هترقي روحها وتسيطر في السوق. اوكي، بس ليه دلوقتي؟ مش معنى؟ انا اقولك ليه دلوقتي. الحكومة شدة السلخ على البرشان، في 3-4 ايام لمت الترامادول والترامجاك اللي في السوق دي، العيال بتسف تراب. العيال من دول يتلام على حباية بجنيه بيروح يبيعها ب100 جنيه. اللي انت بتطلبه ده مش سهل، عايز مصنع أدوية بحالك. ما تفكرش في عامر. وليه بس ما فكرش في عامر؟ ده بيزنس. في ديل ما بيننا انه ما يتدخلش في أي بيزنس خاص بيا. ده لو الدنيا حلوة، بس احنا دلوقتي في حالة طوارئ، في حظر برشام. اسمعي الكلام ما فيش وقت. ولا أنت خايفة لا يرفض؟ مش موضوع إنه يرفض. سيبني أفكر وأنا هقول لك. ماشي، بس على السريع. لو ليلي صحيح، تعرفي واحد اسمه معتز الكاشف؟ اعرفه كويس، عنده فضيحه البلد كلها بتضحك عليه فيها. مش معنى اقول لكن ما قلتليش بقى يا بولبول، هو سيد هيعمل ايه بكل المحلات دي؟ مش فاهمه يعني. المحلات دي يا ست سيد جابها لاخواته، كل واحد محل، هو نفسه يظبط لهم حياتهم وكل واحد يعمل المشروع اللي عايزه في المحل بتاعه. يا حبيبي يا سيد، طول عمره مجدع وابن حلال وباله دايما في اخواته، ربنا يخليهم لبعض. لكن انت مالك بقى النهارده؟ مالك زعلان كده ليه؟ لا مش زعلان، مفيش حاجه. لا مش زعلان، مفيش حاجه. لا في حاجه يا اخويا. ايه؟ تكونش كان نفسك في محل المحلات دي يحييك بيهم سيد؟ أنا مش عارف يا يونيا، الدنيا ملطشة معايا كده ليه؟ كل الناس ماشية في طريقها زي الفل لقدام، ما عدا أنا هوب ومحلك سر. إيه بس اللي جرى يا بول؟ ما أنت زي الفل أهو يا أخويا. لا أنا مش زي الفل ولا حاجة، أنا مش عارف حظي ليه ملطش كده مع الحريم، ولا واحدة عايزة تبص في وشي. طب أنا أقول لك على حاجة، النهاردة وأنا بشتري المحلات دي كنت بشوف كل اتنين جايين يشتروا شقة ولا يأجروها، عرسان يعني، كنت بفرح بيهم وافرح لهم، بس زي ما بفرح لهم بحزن على نفسي وعلى حظي. لا ما تقولش كده يا بول، مصيرها تفرج يا حبيبي، كل شيء بأوانه. تفرج منين بس يا يونيا؟ انا عارف حظي والعكوسات اللي فيه، انا عارف انا هفضل كده طول حياتي ولا هتجوز ولا هيبقى ليه علاقه بالجنس التاني ده. الله، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تف من بقك، نصيبك هيسيبك ويجي لحد عندك.
وانت طيب وابن حلال يا فلفل، تستاهل كل خير، وربنا هيبعت لك واحده كده زي يوغوتي. يا خلاص يا خلاص، ايوه كده، وريني ضحكتك الحلوه. خد بقى اشرب الشاي وفكها، وان شاء الله انا هرقص لك وزغرط لك يوم فرحك اللي هيكون قريب. قول يا رب. وبعد ذلك يا نصر، هتفضلي مدرية وشك عني كتير. أنا سايب بالي شوية ومش عايز أعاتبك. وهو يعني كان حصل إيه؟ ما أنا وأنت أهو كويسين. أديك قلتيها، أنا وأنت. ما طول عمرنا واحد. ليه خليتينا دلوقتي اتنين؟ مش بخاطري يا سيد. أنت اللي ماشي في طريق ما أقدرش أجاورك فيه. وأنا ما أرضاش أنت تجاوريني فيه. أنا عايزك بس ترجع معايا زي الأول. ملهاش يا سيد. الأول كنت سيد أخويا حبيبي اللي محاجي علي أنا وأخواتك وبتأكلنا بالحلال، ودلوقتي ما بقتش شايفك خالص. الحرام مدارك من ساسك لراسك كأنك واقف وراه، وأنا مش عارفة أطلع عليك. أبو سيدك يا سيد بلاش، افتكر أبوك. مبقاش ينفع، مبقاش فيها رجوع يا نصر خلاص. ولما انت مش عايز ترجع للخير عايز مني ايه؟ عايزك توقفي جنبي. انا الدنيا كلها وقفت قصادي، سلطانه ما سمعتلوش، وميسا ما قدرتش عليا، حتى ابوكي. ابوكي ما عرفش يجيب معاها النهايه. انا كل دول بقى ما فرقش معايا زعلهم، بس انت لا، ما اقدرش اشوف نفسي صغير في عينيكي. خلاص اسمعيني، انت كسرتيني قبل كده وسامحتك، ما فيهاش حاجه لما تسامحيني. طب مش عشاني، عشان خاطر اخواتك. البت رح داخله في مصيبه، والله اعلم هتكون وراها ايه. رح دي حكايتها حكايه، وانا طول عمري في ضهركم، بس مش لوحدي. طول عمري كنت واقفه في كتفي، عارفه ليه؟ عشان البيت ده تمام ويتلم. انا بحوط من بره وانت بتضم من جوه. يا نصر لو حد فينا وقع البيت كله هيكور ورا بعض. والقرش الحرام مش هيضيعه. ابوك قالها كلمه، قرشك لو حرام طينه بق الغلبان يغسله. يا لهوي، انت عايز تحلق قرشك بلقمه الغلابه والمساكين؟ هتضحك على ربنا؟ ربك رب قلوب يا نصر. اهدي انت بس، اهدي وصف من ناحيتي وسيبيه عليه. ونعم بالله، ربنا يبعد عنك الشر ويرضى عنك. قادر يا كريم.
وانا اللي عارف.